تبي الناس يشوفونك ولا لا؟ اللي تبي. انت تعينه. تبي الناس يشوفونك؟ ما شوف الحركه ذي. ايش رايك؟ والله العظيم حركه. اعطيك كورسات بعد الحلقه. كورسات؟ نعم. اوكي خلاص انا اقدم يا اخوان ولا في كورسات شيء؟ لا لا ما يحتاج. تعطيني كورسات ولا اعطيك؟ ما يصلح البرنامج معك. يا سلام. الاسم الكريم. معك اخوك هذا المطاوع العجمي من دوله الكويت. ونعم باهل الكويت. ما انت داخل على اللجنه او شيء فكري. فكها. البقاله؟ ايه. طيب. فكها خذ راحتك. ايش؟ ابيك تصير انت مقدم وانا لا لا امور طيبه. ابيك تصير مقدم. لا 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 العين ما تعني حاجب. لا 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 والله العظيم لا ما نجلم بعدك. شوف تعال. لا لا ما نجلم بعدك. شوف ما نجلم بعدك. امسك قدم. يا مرحبا ومسهلا حياكم الله. الله يمسيكم بالخير. راحتك. حاليا معنا المتسابق اخونا سلمان. يا مرحبا. عرفنا عن نفسك يا سلمان. طبعا غير الصوت. كيف سلمان؟ عرفنا عن نفسك. اي صح. معك اخوك سلمان بملهي من دولة الكويت. الله سكان الجهرة. يرحبك. عمري 22 سنة. ويا مرحبا ومسهلا حياك الله اخوي سلمان ونورتنا. حاب تقدم لنا شيء ولا تبي تبهر اللجنة وتبهرنا؟ لا بقدم لكم شيء. تفضل طال عمرك. يشمر الله يشمر الضلوعه عمري يا الكويت. بالله كيف خف الدم ها؟ سلام عليك. ترى سموني سلمان خف الدم في البيت. في ذمتك. اي والله العظيم. خلاص. ابيك تشد حيلك. باذن الله. زين بالله انت اترك لك سلمان. لا الامور طيبه. اتشافني من سبك. الامور طيبه. ادخل عليهم يقول سلمان وصل. الامور طيبه يا اخوي. يلا سم بالله يلا. يلا بسم الله. شو نسوي؟ بنطير؟ اي لا هيك سفير يلا. بنطير ولا شو نسوي؟ ها؟ تقطع لي؟ لا ما ادري والله قطك بالنظاره. الله يسلمك. الله يسلمك. طيب من وين من الكويت؟ انا من محافظه مبارك الكبير. ونعم من العاشره. ونعم انتظروا يا نكسر. اهل العاشره اخوكم من الكويت بيكسر الدنيا باذن الله. سم بالله تفضل. ودعناك الرحمن. ودعناك على خير. السلام عليكم. في شيء؟ تقال ايه ان شاء الله. نستقبل مسك الختام لهذه الليله من دوله الكويت الشقيقه اللي غاليه علينا جدا ونحبها وخليجنا واحد. نشوفكم على خير يا اخوان مع اللجنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. مسيكم بالخير جميع. وأنت بالخير والعافية. مرحبا بأهل الكويت. يلا حي. يا مرحبا تبقى. ومعاكم أخيكم هادي مطاوع العجمي من دولة الكويت. ونعم يا هادي. أبحر يا هادي المسرح لك والمايك لك. خذ راحتك. مرحبا منك. يشبه طاري الذكرى كبير خانه التعبير يسولف عن بلاده عقب معده استحلوها نزلنا في الموده منزل ما جاه غير الطير وشدينا من قفور الموده يوم دلوها لكني كل ما نحرت لعلومك هبوب عصير تمادوا بالعلوم اهلاش ما تهلين قالوها وتمادوا بالعلوم اهلاش ما تهلين قالوها سلامتكم. الله يسلمك صح صوتك. صح الله بدنك. هذه ما تكفينا واحدة منك. أنت باين عليك صوتك جبار ما شاء الله تبارك بس ارتباك ذا خله بعيد. لا بد مو طيب اخوانك مره والحين في عزبه الحين وتجل. لا بد طيب. حرام لمثل هذه الاصوات انها يطلع. انت داخل تنافس اخوانك بدل الوحده يفرق. ترى الجزئيه البسيطه من التقييم عندنا تفرق مع على كثره المشاركين اللي معنا. مضبوط. يا صاحنا قلبي من الحب مجروح جرح عطيب ما لقى له مداوي لا 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 لو ينشرى لو ينشرى قربه شاريناه بالروح مر البلاء شوفه غدا بها قاوي يا لا 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 سلامتكم. عندكم السلام. صح
صوتك صح الله يديرك والله اني انا اندمجت معك ترى جاني ما خلص منك عليك هذا مسك الختام باذن الواحد لا قالوا الختام ما يقولون ما يقولون ختامها مسك من غير يقصرون في اخواني اللي شاركوا ما شاء الله تبارك الله صوتك جميل الله يجزاك جهوري و صوت قوي جدا من الناس اللي برضه راحت عليها ان شاء الله شد حيلك شهاده حلفك الحظ ان شاء الله ثلاث مراحل الجايه جهز نفسك وانت قدها وقدود ان شاء الله وفالك التوفيق يا هادي الله يجزاك خير حم والديك يا مرحبا يا هادي يا مرحبا مساء يا مرحبا الكويت تبقى وتحيا نورتونا في دياركم الثانيه ما خلا منك بنور ابي منك طلب عيوني لك يقول وش المانع الله وش المانع أحبك وأحبك بدون أسباب ما عندي سبب ما دامك أنت أجمل أسبابي غربت الهوى فترة لكن الهوى غلاب لحقني ووقف في طريقي وانا ما بي هلا بك هلا يا الناعس الموت رف الجذاب تراحي بقلبي فيك من قبل ترحابي سلامتك الله صوتك مرحبا الله ومسهلا تبقى وتحيا محمد وقفت الكروت لكن انت ان شاء الله باذن الله معنا في مرحله الواحد جاني ما خلا منكم مرحبا بك على كل حال شكرا لك يا هلا وسهلا هادي مبدع ما انجل من بالك يا ابو سالم الله يطول عمرك اليوم بما ان احنا يعني مسك الختام خلينا نسلم عليكم اي والله اي والله مرحبا متشرفين ومحنوم سين مرحبا اللهم مسهلا احنا ودنا نستقبل كل واحد عند الباب ولكن اليه البرنامج على كل حال مرحبا بك فالك التوفيق ان شاء الله الله يجزاكم خير حم والديكم الله يهينكم ربي صح صوتك صح الله يبدلك موفق ان شاء الله الله يجزاك خير سلمان ينتظرك ابو ملحي عند الباب